الحكومة. أنت كمان عندك أولاد؟ أنا بدي أحكي عن نقطة معينة. أنتوا كتربية استثنيتوا مهام كمدارس ومعلمين مباشرين مع الطلاب واستعرضتوا عنهم بالمنصة. بدي أحكي عن إمكانيات المنصة. أولاً المنصة بتحتاج مصروف نت، وفرتوها مجانية. أنا لما أبعت واجب لابني كصورة أنزلها يجي يحكي لي إذا كانت صورة فوق 2 ميجا ما بيستوعب هالجهاز. لازم تروح إسلام. ثانياً أنا كمعلمة تربية إسلامية مكلفة إني أسمع تلاوة وحفظ آيات. أنا الطالب كيف بدي أوصل الفيديو؟ ما بتستقبل. ثالثاً منهاج كولينز الجديد له العلوم والرياضيات بالنسبة للعلوم، وهي موثقة. منهاج كبير وضخم ومكثف. أنا أسبوع ينزل درس وتاني أسبوع ما ينزلش نهائياً. لما أجي أفتح الدرس الجديد الفيديو ما بيشتغل. بعديها بيوم تنزلوا الحصتين مباشرة مع بعض. مع بعض كيف؟ هو مش منهاج سهل. ومنهاج كولينز مش سهل. صعب. يعني عقدتوا الطلاب المنهاج وما أعطيتهم إمكانية. أنت استخدمت المنصة مقابل إنك ما بدك مدارس ولا تعليم مباشر مع الطلاب والمعلمين، لازم يكون فيها إمكانية. استقبال فيديوهات، تسميع، ما بصير. أنا نعم. هاي بدها حل. طيب بدنا نسمع من الأطفال. لا ما في نت مجاني، بعرف ما فيش، ما قدموا نت مجاني. بعض الجامعات عرضت، الجامعة الأردنية عرضت على طلابها تعطيهم نت مجاني، ولكن المدارس حتى هاي اللحظة ما في أي مبادرة. ما في مبادرة. نعم. مدرسة عندي أنا، مدرستي كمعلمة ما في حتى إمكانية إني كمعلمة أتابع طلابي. أنا مضطرة أشتري جهاز لابتوب عشان أتابع كطلاب. نعم. طب حتى كمدارس مش مهيئة إن نكمل على منصة متابعة. نعم. الطلاب على منصة. طيب بدنا نسمع الأولاد الصغار أنفسهم. خلينا نأخذكم حبايبي واحد واحد. مين حاب يحكي أول واحد فيكم؟ مين شاطر وما بيخاف؟ مين؟ تعال هون، يلا احكي لي شو مش تعلم. اولا اي صف انت؟ اي صف؟ سادس. اسمي بلال عدنان. أوكي. اول شيء التعليم عن البعد فاشل كثير، وثاني شيء الانجليزي بيحكوا انجليزي ما بيحكوا ولا كلمه عربيه على اساس انه المدرسه بتحكي عربي. قصدك انه لما بيشرحوا درس انجليزي بيشرحوه بالكامل باللغه الانجليزيه بدون تفسيرات بالعربي؟ نعم. والحصه بس 4-5 دقائق 6 دقائق، ما بتزيد عن هذا العام. فانت طبعا ما بتستوعب خلال الخمس دقائق. نعم. ورياضيات بس بقرا اخرى، تاريخ وطنيه وجغرافيا بس بقرا اخرى، ما بشرح. قراءه وليس شرح. يعني حتى طريقه عرض الدرس سيئه. ليست جيده. طيب تعال حبيبي احكي لي انت شو مشكلتك. اي صف اولا؟ صف سادس. اسمي قيس رمعي. اوكي. اول شيء التعليم عن بعد فاشل، ما في نت، حكوا النت مجاني وما في تلفونات. الجغرافيا والوطنيه والتاريخ ما في لوح، ما بيكتبوا اللوح بس طباعه. الإنجليزي وما فيش كلمات عربية. استنى بس عشان مرت الطيارة. لحظة لأنه بطلنا نسمع إشي. مرة تانية تفضل. صفي سادس. اسمي قيس رامي أحد حسين. تعليم عن بعد مش تعليم، والحصة تقعد 5 دقائق 6 دقائق. الإنجليزي ما في كلمة عربية أصلاً. والمواد العادية يعني مهني، تربية وطنية، تاريخ، ما في لوح، ما في كتاب، ما في شيء واجبات. كمان ما في واجبات. أبعت للأستاذ ما بتوصل اللوش اللي شو اسمه. الواجب ما بوصل. أصلاً هم ما بيستقبلوا الأساتذة. نعم. بحكوا لنا إحنا ممنوع نستقبل أي واجب. أنت بدك تبعتي واجب ابعتي على المنصة، أنا ما بستقبل ولا أي واجب بالبيت. على الجروب إحنا التربية منعت ناخذ أي واجب. هسا احنا بنعاني اذا فتحت المنصه اساسا. طب انا لها اسبوع مش راضيه تفتح المنصه. لما فتحت ابني مخلص وحده ونص بالعلوم، علوم وحده الكتله وحده الماده. بتفاجئ انه انا ابني بوحده النباتات. أوف. ابني صف ثالث، كيف انا بدي ادرسها؟ عاد الكتله والماده صعبين، وحدات صعبه، بدهم تركيز. ما بعرف يعني على ايه. يعني كمان في سرعه في اعطاء الدروس ورا بعضها. طخ 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 طخ. معلش تحملوني بدنا نخلص معاكم عشان نلحق المنصه. كيف ايش يعني نركض معاك يا مس معلمه الانجليش؟ هي مش ما بتنلام، بس هي لازم تلحق المنصه. كيف؟ هذا سوء تنسيق ما بين وزاره التربيه الاداره المركزيه وما بين المعلمات في المدارس. سوء تنسيق ما بلوم أي وعدم معلمة. مراعاه لاحتياجات الطلبه منهم. نعم. اجباري بدكم تلحقوا مع المنصه، فهم بيركضوا معنا واحنا بنركض معهم. انا امبارح بحكي لجارتي كانت الساعه 10 لربع الصبح بلشت مع اولادي. انا بس 2 عندي، واول وثالث، بس اول تاسيس. بلشت مع ابني 10 لربع مع بنتي، خلصت ابني وبنتي على 4 إلا ربع. كان جوزي مروح، لا انا طابخه ولا احكي لك سوري يعني مش مغسله وجهي كمان.
ولا ولا طابخه ولا مرتب البيت، بس انا بدرس باولادي. ابني بس يشوفني ماسك الشنطه صار يهرب مني. بنتي لما بتحكي بحكي لها يلا على الدراسة، وأنا ولادي شاطرين يعني المفروض يحكوا لي يلا على الدراسة، هسا بهربوا مني بس شوفوني ماسك الشنطة. طب أنا صرت أحلم بالدراسة حلم، أصحى الصبح أحكي لهم وين الشنطة. طيب تعالوا يا صغار، مين كمان حاب يحكي لي عن تجربته؟ أي صف أنت؟ صف سادس، اسمي محمد أحمد عبد الله البطوس. تعليم عن بعد فاشل، لما وحصة الإنجليزي ما بت... يعني ما بنفهمش إشي منها، كل ما بيحكوش حرف عربي، والحصة ما بتقعد غير 8 دقائق 7 دقائق، والتعليم كله عن فاشل عن بعد. فاشل. أنت كم عمرك حبيبي؟ أي صف؟ أنا صف خامس، اسمه عبد الله سليم الصوالحة. تعليم عن بعد مبين إنه فاشل، لأنه الإنجليزي ببلش بحل الأسئلة وإحنا لسه مش فاهمين قاعدة أصلاً، ما بيحكي أصلاً ولا حرف، يعني يرجعوا المدارس لسه أحسن. إحنا هيك مش مستفيدين إشي، يعني ببلشوا بحل أسئلة وإحنا وهم مش شرحين الدرس أصلاً، يعني ببلشوا قراءة وبحلوا المعاني وهذا، ما بيحكوا القاعدة أصلاً. أيوة أنت شطور، شكلك شاطر. أنا صف ثامن، اسمي عبد الرحمن. الإجابة مثلاً اليوم ببعث علي واجب، ببعث بكرة بفتح بقولوا لي رسالة الحل، يعني أنا ما أرسلته. قبل أسبوعين أنا بعث واجب، اليوم فتحت بقولي للأستاذ أنت ما بعثت الواجب. وفي فشنت الفيديوهات ما بطول، 45 دقيقة كنا نطلع فاهمين الواجب والحصة ونحل الواجبات، هسه ما بنقدر نفهم إشي. تعليم عن بعد إنجليزي، كل إنجليزي في إنجليزي ما في عربي، كان الأستاذ يترجم لنا يشرح لنا القاعدة، هسه بس يقروا الدرس يقروا النص ويقولوا لنا ابعث واجبات. نعم نعم. وانت حبيبي أي صف؟ صف عاشر. أنا اسمي موسى أحمد عبد الله الطوش. أنا هسه عندي أخين، واحد ثاني وواحد سادس، بدرسوا الاثنين على نفس التلفون، ما بلحقوش ما بلحقش أنا أدرس وراهم. صفي عشر دان سنتين بصير توجيهي، لا يعني ددرس دارف أفهم للعاشر، العاشر والأول ثانوي والتوجيهات يفسروا لي تخصص وإيش دادخل وإيش دطلع لمستقبلي. حس المنصة ما بقدر أفتحها، أخواني الاثنين مش ملاحقين من الصبح للمساء بيخلصوا، ما فيش يعني ما بلحقش أنا أفتحها، إني أفتحها إني أدرس. لا حول ولا قوة إلا بالله. شايفين يعني ثلاث أطفال في البيت في استحالة عم بيعطوا الأولوية للي أصغر منه عمرا، لأنهم طبعا هم لهم أولوية، وهذا يا حرام الولد بالصف العاشر ما عم بلحق له، ما بيجي له دور، يا دوب إخوانه اللي قبله يدرسوا. مش معقول يا جماعة اللي عم بصير. طيب مين كمان عنا بيدرس تعلم عن بعد؟ بتدرس عن بعد؟ أي صف أنا أنت؟ أنا مبسوط بالبعد، أنا بس بدي المدارس ترجع بس حبيبي. خير الكلام ما قل ودل. تعالي تعالي انت نسمع البنات، تعالي. مرحبا. نحن نعاني مرحلة صعبة جدا بالتعليم عن بعد، وبالأخص باللغة الإنجليزية. جميع المواد نحن وقفي بس ثابتة خليكي ثابتة. أيوة تفضلي. وبالأخص اللغة الإنجليزية نحن لا نفهم أي شيء. طيب واضح، سمعنا صوت. مين كمان بدرس عن بعد؟ بتدرسوا عن بعد انتوا الصغار؟ انت ايش انت شو بتدرس؟ اول ابتدائي انت؟ ثالث ابتدائي. طيب تعال احكي لي، تعال استنى وقف بس لازم تحرك كتير، وقف. ايوه انا كرم ابراهيم الجرالي. بتعلم عن بعد مش فاهم اشي بالانجليزي وما بفهم اشي على المنصة. كيف المنصة؟ ما بفهم. احكي احكي كل مشاعرك، احكي لي كل مشاعرك لما بتقعد امام هالمنصة هاي، احكي لي. ما بفهم اشي وما بعرف. حتى بيضحك، بفتح له هو ابني بفتح له المنصة بصير يضحك. كيف هم بس بيقرأوا؟ لا حول الله. انت دارسيني انا، هدول بيضحكوني. لا حول الله يا ربي، لا حول ولا قوة الا بالله. طيب يعني هاي